أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالإخوة الكرام المراسلين والصحفيين، ونشكر وكالة رسائل الأنباء على إتاحة الفرصة. وأريد أن أركز على الوضع في البحرين في هذه السنة، ونحن الآن في شهر ديسمبر 2018 ميلادية. أولا أتطرق إلى الانتخابات النيابية والبلدية التي أقيمت قبل عدة أيام في البحرين، وأفضل تعبير لهذه الانتخابات أنها انتخابات مهزلة. وادعت السلطة أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي تزيد على 60%، ولكن المعارضة ذكرت أن المشاركة تتراوح بين 28% إلى 30%، وهذا التفاوت يقارب النصف، وفرق بين 30% وبين ما يزيد على 60%، 68%. ندين هذه الانتخابات الصورية والشكلية في البحرين. المجلس القادم مجلس مفصل وفقا لإرادة السلطة. أراد النظام الخليفي في البحرين أن يأتي بمجلس معين مسبقا، ولكن باسم الشعب الكريم في البحرين، والغرض من ذلك هو أن تمرر السلطة قراراتها وأجندتها باسم الشعب في البحرين. فهذا المجلس أشبه بالمجلس المعين الذي أخرجته السلطة باسم الشعب في البحرين. فهذا المجلس النيابي والبلدي لا يمثل شعب البحرين جملة وتفصيلا. ولو أرادت السلطة أن تأتي بمجلس يمثل شعب البحرين، فإننا نطالب بانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات العالمية، ويغطيها الإعلام العالمي لكي يكتشف العالم الإرادة الحرة لشعب البحرين.